تفضل تفضل. شو رايك بشركتنا؟ تحفه. ده مكتبك؟ ده مكتبي. يعني اقعد عادي؟ اقعد. اقعد. لانه عجبك؟ عجبني كتير. اسمع، مفروض تبدا مهام وظيفتك فورا. الاحداث مشتعله في كل مكان، واللحظه اللي ما بتتوثق بتضيع. لازم تكون فاهم ده كويس. انا فاهم ده كويس، عشان كده انا كلمت واحده صاحبتي صحفيه شاطره جدا في مصر، هتبعت لي كل حاجه اول باول. واحده ما بتكفي، لازم يكون لك صلات بمجموعات كبيره عشان يكون عندك كم كبير من المعلومات تقدر تشتغل منها افضل. ايوه عدنان، بس ده محتاج وقت ومحتاج تفكير. ما تقلق، احنا لنا صلات بمجموعات كبيره من النشطاء السياسيين وشباب الاعلاميين المصريين، راح ننسق معهم ونعرفك بيهم عشان تتولى انت الملف بالكامل. جريت، اوكي. اخر شيء، في دوره تدريبيه بينظمها المكتب لعدد من الشباب العرب وللموظفين عندنا، انا شايف انه مهم انك تنضم ليهم. مفيش مشكله، ننضم ننضم. اوكي ديل ديل، جو اهيد. والله يا محمود بيه ده اللي انا فكرت فيه. انا قلت ان سعادتك حبايبك كتير، كل الرتب اللي ماسكه السكون تلاميذك ويتمنوا يخدموا سعادتك، مش كده ولا ايه؟ أخوك أكيد لك فعلا إن هما جم وراه؟ معلش أنا مش مطمن للسؤال ده. ما أخبيش عليك يا ميمي، طلبك ده وفي الوقت ده بالتحديد مستحيل. أنا من ساعة ما عرفتك وأنت راجل معايا، ويضايقني جدا إني ما أعرفش أساعدك. يا باشا هو أنا بقول لك خرجوا من دورة؟ ده أنا بقول لك دخلوا دورة. شهرين تلاتة لحد ما الدنيا تهدى. أنا فاهم، بس سجن طورة أو أي سجن تاني في مصر دلوقتي العين عليه. انت ناسي مين اللي جوه؟ كل يوم تفتيش ومراقبين وشعب بتطلع والنيابه بتروح تتاكد. ده غير بقى الاعلام ما بيسكتش. لا انسى انسى. ماشي يا باشا، ربنا يسهل ان شاء الله. انا هشوف حل تاني. شوف يا مين، الحل الوحيد دلوقتي انه يفضل تحت عينيك، واي حد يهوب منه تصطاده. هو انا هعلمك كميمي ولا ايه؟ قولي لازمك سلاح؟ سلاح يا باشا، الخير كتير. يبقى خلاص، وان شاء الله هعوضها لك في حاجه تانية. تتعود ان شاء الله يا باشا، معلش تعبتك معايا.
أمينة إزيك؟ أنا عايزك تباركيلي. أنا دلوقتي بقيت شريك في شركة إعلامية كبيرة قوي. لا والله بتكلم بجد. إزاي ده حصل هشرح لك بعدين. المهم دلوقتي أنا عايزك تبعتيلي كل الصور والفيديوهات اللي بتحصل في مصر. آه اللي أنت بتعمليها. لا خالص، أنت هتشتغلي معايا أنا. تمام، هايل هايل جدا. طيب هتبعتيه امتى؟ خلاص انا هبعت لك مسج عليها الايميل، ابعتي لي عليه. اوكي، خلي بالك من نفسك وانت كمان. سلام، باي. بص بقى، انت هتحط ايدك كده اهو، يلا حط ايدك على رجلي وانا بقى ايه همسك في ايدي كده اهوت واقول لك ايه بس 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 وخش على ايدك. يلا انا بقى العب. يلا يلا. هيبطل الدق ده كل حاجته متلخبطه كده ومترنيه. انا اللي هقعد اوضف واعمل. يا سماح، يلا يا سماح عشان رامي جه. سماح، انت كمان نفسك في حته عين، حارم نفسك وحارمني منه ليه؟ ايه ده سماح؟ من امتى وانت بتفتشي في حاجتي؟ ورحمه ابويا عمري ما عملتها ولا هعملها وانت عارف. ده ربنا، ربنا اللي عايزني اشوف عشان يقول لك كفايه بقى، حرام عليك. بتعمل فيا كده ليه يا ريان؟ ليه عايز تحرمني من احلى كلمه في الدنيا؟ ليه مش عايز يجيلي بنت ولا ابن ويقولوا لي يوم؟ ليه بتخليني امشي في الشارع وشوف اي واحده شايله عيل واقول يا بختها؟ ليه يا ري؟ ليه؟ مش لازم يطلع زي يا سماح. انا تعبت واتمرمطت في الدنيا دي، مش عايز العيل يجي يتمرمط هو كمان، مش عايزه في يوم الأمن يجي يدعي عليا. واحنا من امتى لعنا اهالينا عشان عيالنا يجوا يلعنونا؟ يا بنت الناس افهميني. افهم انت يا ريان، لازم تعرف ان انت حارمني من احلى احساس في الدنيا، والست عمرها ما بتحس ان هي ست غير لما يبقى معاها حته عيل، وانت حارمني من ده وعمري ما هسمع. الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت عايز تسيبني يا راي مش كده؟ الموضوع واضح زي الشمس، عايز تسيبني عشان يوم ما تيجي تطلقني تبقى خفيف خفيف مش كده؟ سمعت كل حاجة في حياتي، ما أعرفش أعيش من غيرك ولا أعرف أعيش مع واحدة تانية.
انا عارف ان حقك لي وليك عيل، بس انا خايف بجد، خايف خايف العيل يجي ده يستعر مني، خايف حد يساله في يوم من الايام ابوك مين، يكسف يقول ابويا مين. اوعى اسمعك بتقول كده، من كام يوم قاعد بتكلمني على الفلوس والرجاله اللي معاهم فلوس. لو بتتكلم على الفلوس فانت شفت الرجاله اللي كانوا بيترموا تحت رجلي وسبتهم كلهم وجيت لك انت، عارف ليه؟ عشان بحبك، عشان كان كل املي في الدنيا اني ابقى ماشيه جنبك في الحته والناس تقول اهي اهي اللي الرايق اختارها وحبها. شفت بقى انت كبير في النظر ازاي؟ متخيل يعني يوم كده اما تجيب حته عيل هيبقى بيحبك قد ايه؟ خلاص يا سماح، خلاص احنا هنسيبها على الله واللي لينا فيه نصيب هنشوفه. قومي غيري هدومك عشان رامي عبد الله مستنيك. يلا مين اللي هيلعب تاني بس؟ اهلا يا طن. بتلعبي ايه يوم؟ بلعب البسه يا بيت. البسه؟ لا احنا علينا استغمايه. بتلعب استغمايه معايا يا رامي؟ ايوه بس هستخبى فين؟ تستخبى فين؟ تستخبى جوه دي زوزو بوس. وانا يا رب. يلا يا حبيبي. جميل. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلامه يا رب. على مهلك يا حبيبي. انا احلى. مساء الفل يا سيكا. انت ايه اللي نزلك؟ مش بنب عليك ما تتحركش. اتخنقت يا رايق من الحبسه اللي انت حبسها لي دي. قلت اجي اطل عليك. طب يلا اتفضل اطلع اروح مشوار ارجع. يلا. مين الامور؟ ده رامي. دبي. دبي. ازيك يا رامي؟ ازيك يا انكل؟ هيبقى كده؟ يا عم يلا اطلع. اقعد على القهوة شوية. مفيش قهوة الله يرضى عليك، مش عايزين مصايب. هطلع فين يا عم؟ هو في مكان فوق؟ يا عم اتصرف. على الأرض على الكنبة في أي حتة سيكة. يلا. ماشي يا انكل. يلا. ماشي. ما تنزلش بقى من فوق تاني. وأنت ما تتأخرش. طب يلا. معلش يا رامي، سهرتك كنت عندك مدرسة بكرة بقى. مفيش مدرسة بكرة. ماشي أحسن برضه. ها مش هننفذ العملية ولا إيه؟ ابو يحيى قال مش عايزين دوشه، وبعدين احنا عرفنا مكانه خلاص. يلا يلا بينا. الحساب يا ابني. والنهارده بنجد ان الاعلام التقليدي او الكلاسيكي المتعارف عليه بدا يتلاشى شيئا فشيئا امام الاعلام الجديد. طيب ما هو مفهوم الاعلام الجديد؟ الاعلام الجديد هو الاعلام الذي يعتمد على التقنيات التي حدثت بعد الانترنت. في الاعلام الكلاسيكي كانت المؤسسه الاعلاميه بتوجهاتها بأيديولوجياتها تعمل كوسيط للخبر والظهور. أما اليوم أصبح الإرسال للجماهير والاستقبال. مش ممكن أنت يا يوسف برضه زعلت الجنرال أكلمك تقفل في وشي؟ هتفضل طول عمرك تبيع صحابك عشان خاطر الحريم؟ تصدق عيب عليك لما تقول الكلام ده على أخوك، ما أنت عارف إن صحوبية الراجل بمية حرمة. أه بس لو جت الحرمة يغور الراجل. صباح الخير. صباح النور. ايه يغور الراجل ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ يغور طبعا. ازيك يا عروس؟ ازيك يا ليه؟ ايه ده انت لسه عارفه اسمي اهو. طبعا. تمام مزنوق. اتفضل.
ايه المفاجأة الحلوة دي؟ استني تشربي ايه الأول؟ نحلة. لا يا سعيد. عصير؟ اتنين عصير. يلا. ماشي. مفيش، كنت بعمل شوية شوبينج وشفت البنطلون ده قلت هيبقى حلو عليك، قلت أجيبه لك. أيوه بس ده كتير قوي كده يا نادين. مفيش حاجة كتير عليك يا يوسف. وحشتك؟ وحشتني. وأنت كمان وحشتني. أمال تقلقان عليا ليه بقى؟ عادي، عشان أوحشك أكتر. يا سلام. بقول لك يا بنت نادين، أنا اكتشفت إن أنا بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي يا يوسف. خلاص بقى مادام بحبك وبتحبني يلا نتجوز. ايه ايه دي انت هتسيحي لنا في المكان هنا ولا ايه؟ وبعدين الحب الجامد ده بيتنظر. انا لما اتجوز نديم لازم اعمل لها احسن فرح واعيشها احسن عيشه والبسها احسن فستان فرح فيك يا جمهوريه مصر العربيه. بس انا مش عايزه ولا فرح ولا عيشه ولا فستان ولا اي حاجه، انا عايزه اكون معاك انت يا يوسف، والله العظيم عايزه اكون معاك انت وبس. ايوه يا حبيبتي بس. مين؟ صاحبه الشغل. طب ما ترد. الو يا مدام غالي، ممكن اعرف ايه مدام دي بقى؟ معاك ناس؟ انت مش جاي النهارده ولا ايه؟ لا هاجي ان شاء الله. طب لو سمحت عايزاك تسيب كل حاجه في ايدك وتيجي دلوقتي. حلو، عايزه اتكلم معاك شويه يا يوسف. طيب هستناك. مع السلامه. ايه انت ماشي؟ ما لحقتش اشبع منك؟ ما انت شايفه اهو بيكلموني في الشغل والدنيا كلها كركبه هناك. طب هشوفك تاني امتى؟ اول ما هفضى هكلمك ونتقابل على طول. فك التكشيره دي بقى، يلا اضحكي عشان نمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تيسير برضه مش كده؟ ايوه. انا مديحه مرات شكري البيومي. شكري البيومي مين؟ شكري البيومي حضرتك ما تعرفهوش ولا ايه؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ازاي بس؟ ده حسن قال لي انك تعرفيه، ده حتى كان بيوصلك حاجات من عنده لعند حضرتك هنا. وهو اللي دلنا على اسمك وعنوانك، يعني اكيد اللي بيقوله ده حقيقي. ما انا بقول لحضرتك انا ما اعرفش حد بالاسم ده، انتوا ما بتسمعوش؟ استني، ما احنا ما نقصدش حاجه، بس يعني انا عايز اقول لحضرتك ان شكري البيومي كان متجوز الست ديت وفجاه اختفى. فلو حضرتك عارفه مكانه ولا حاجه يا ريت تدلينا عليه نوبك فيها ثواب. يوه، بقول لك انا ما اعرفش حد بالاسم ده، ممكن بقى تتفضلوا ولا اطلب لكم البوليس؟ صباح الفل على اجمل بنت في الدنيا. صباح الخير يا بابي، شكلك مبسوط النهارده وانا بفرح لما اشوفك مبسوط. يعني تحب تشوفني مبسوط على طول؟ سؤال غريب وما يتسالش غير لو في من وراه حاجه. بنت ابوكي صحيح. طيب يا ستي، هو فعلا في حاجة. وما دام في حاجة خليني بقى أنا اللي أقول لك. شكلك كده وقعت على واحدة جديدة. إيه وقعت دي؟ اسمها اتعرفت على واحدة جديدة. طب يا سيدي، أنت اتعرفت على واحدة جديدة. قول لي بقى، وصلت معاها لفين؟ لسه، مفيش أي حاجة. ماشي. بابي، أنا مش هقول لك إن أنا خايفة عليك. ولا هقول لك أي حاجة. هقول لك بس خد بالك من نفسك. انت من حقك تعرف واحدة واثنين وثلاثة ومية كمان، بس بليز لو الموضوع وصل للجواز لو سمحت ما تجيبليش واحدة زي داليا عشان انا مش هقبل بده. لا حبيبتي طمني خالص، هي مش زي داليا دي، بنت بلد بتفهم في الاصول. بعدين قبل اي حاجة لو مش هتعجبك انا مش هكمل في الموضوع ده خالص. بابي انت قلت لي نفس الكلام مع داليا وبرضه صممت واتجوزتها. مفيش داعي بقى نتكلم في اللي فات، وبعدين اصلا الموضوع لسه ما اتطورش، مفيش اي حاجة رسمي، فتعالي استنى نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نتكلم. ماشي، انا هسمع كلامك. المهم انا عندي مشوار دلوقتي وهخلصه، بعد كده هروح اشتري شويه بضاعه. هترجع لي هنا؟ لا انا هروح على طول. طيب باي باي. باي. انا اسفه يا سين ان انا حطيتك في المواقف البايخه دي. ما تحطيش في دماغك يا ربيع، بس اللي زعلان منه ان احنا ما عرفناش نخرج منها بحاجه، وزي ما جينا زي ما رحنا. بس انا مش مصدقه الولايه دي ان احنا ما تعرفوش. شفت اول ما قلنا اسمه صنت شويه ازاي؟ أنا لاحظت كده برضه، أنا حاسس إن هي خايفة من حاجة. يا عم يا عم يا ريس يا ريس،
مدام تيسير بتقول لحضرتكم هي متاسفه جدا وما عرفتش تكلمكم فوق، وده رقم تليفونها، بتقول لحضرتكم اتصلوا بيها بكره. حاضر حاضر، هتصل بيها ان شاء الله. مش قلت لك انها خايفه من حاجه؟ الحمد لله، اكيد عارفه عنه حاجه وهتقولها لنا ان شاء الله. يا ما انت كريم يا رب، اكيد عارفه مكانه ياسين. اهدي يا اهدي يا مديحه، هي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. الحمد لله. يلا الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى؟ انت عارف ان انا بتفرج على الشغل بتاعك؟ انت بتتفرج دلوقتي؟ ايه رايك؟ مش حلو، مش سخن، يعني محتاجين اكتر من كده. انا كنت هموت على فكره وانا بصور لك الكلام ده. حق عليا، كان حقيقتي بعته للجزيره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انا بس بضايقك، هتموتي ايه بعد الشر عليكي؟ الشغل تحفه على فكره. يلا عايزين من ده كتير، شد حيلك. بجد عاجبك؟ كويس؟ كويس جدا. بس يا ريت بقى بلاش كلمه هموت دي، انت فاهمه ولا ايه؟ ليه؟ أمينة قولي أي حاجة بس بلاش أموت دي، أي حاجة. خايفة عليا ولا حاجة؟ بصراحة يعني مش عايزك تتحط في المواقف دي، أنا أخاف عليك، دي مواقف خطر جدا يعني. لا لو كده خلي خوفك بعيد عن شغلي، أنت لو خايف عليا بجد سيبني أشتغل أكتر وأكتر. أمينة اشتغلي زي ما أنت عايزة، بس خلي بالك من نفسك يعني، لو مش عشانك على الأقل يعني يبقى عشان أنا، على الأقل بقول لك يعني. اتفقنا ولا إيه؟ اتفقنا. يا مدام لولا، صوتك يعني ما عجبنيش في التليفون، في حاجة ولا إيه؟ في مشكلة فعلاً، الراجل اللي عملنا عليه الفيلم واشترينا منه الدور جالي وعامل لي مشاكل. قبل ما تقولي مشاكل، أولاً ده مش فيلم، دي دفاتر وأختام وفلوس اتدفعت خلاص. ماشي يا ري، بس هو عارف إنها مش كده. هو عارف إيه؟ جالي وقال لي إن في موظف من الحي اتصل بيه. وقالوا انت ازاي سايب حقك كده، انت تلعب عليك ومعرفش ايه، والحكايه دي مضحوك عليك فيها كلها عشان يلو دراعك وتبيع. هو مالكيش بقى اسم موظف ايه؟ انت بتضحك يا رايق. لازم اضحك يا مدام، يا مدام ده جزء من الاتعاب اللي انا ما حملتوش عليكي. مش فاهم. انا فاهمك، احنا المفروض كنا ندفع 20,000 جنيه، دفعنا 10، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ال 10 التانيين دول مين يدفعهم؟ معرفش. الزبون. يا مدام الحكايه ما فيها تسعيره ولازم تتحصل، احنا دفعنا جزء وهم اشتغلوا في الجزء الثاني. هو يتصل بيك ويقول لي في واحد كلمني وبيقول لي انت مضحوك عليك من الموظفين الحراميه اللي هنا، وانا عندي اللي يثبت لك حقك. وبعدين؟ وبعدين بقى طبعا الراجل لما يصدق يتعلق في قشايه، يقوم دافع الفلوس عشان يثبت حقه، يوم والتاني يكلموه يقولوا احنا اسفين يا حاج، انت كله في التمام، انت مشكلتك مش عندنا، مشكلتك مع فلان الفلاني، وبقابليني بقى. يعني انا تمام؟ انت تمام؟ انت تمام قوي. هو عوني بيه ما صدنيش عندك ولا ايه؟ لا ازاي؟ هو عوني يقدر يستغنى عنك يا رايق؟ هو كمان حبيبي قوي. اتفضلي يا بنتي. ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك كتير قوي، كنت عايزه اطمن عليك لحد ما عرفت. أنا ما بقتش شايف حاجة. مش ده الحل، إنك تهرب وتستخبى. عايز أشوفك البني آدم اللي أنا حبيته، اللي ما كانش بيخاف من حاجة وكان دايما حميني. مش عايز أشوفك أضعف مني. ما تخليهمش يكسروك، والنبي ما تخليهم يكسروك. طب انا كمان اتبهدلت، اتعريت واتكشف عليا وتقال لي يلا عشان نكشف عليك نشوفك بت ولا مراية بتاعت الميدان. وداس عليا بالجزم مع اني ما عملتش حاجه، كنت بساعد ناس بتحب بلدها.
مساء الفل يا كبير. يا نحلة. بقول لك ايه؟ في حوار كده انا ما كنتش عايز احكي لك عليه، بس احكي لك عليه عشان ما تجيش تقول لي يا نحلة انت ما بتحكيليش. انجز يا نحلة. انا لسه شايف جيجي من شويه راكب عربيه عضو مجلس الشعب اللي يوسف شغال عنده. الشيمي؟ الشيمي بيه. اوعى لكم بتكذب. عيب يا كبير، لو مش مصدقني والله العظيم لسه راكبين العربيه قدام عيني وطارين بيها مع بعض. معلش بقى. بقول لك ايه؟ حسك عينك حد يعرف الموضوع ده غير انا وانت، انت فاهم ولا لا؟ يا كبير عيب يا كبير، انا حبيت اقول لك بس عشان اخلي مسؤوليتي قدام نفسي. ماشي روح دلوقتي. ماشي. نحلة. انا ايه يا كبير؟ مين الجوز دول؟ كل يوم يجوا يقعدوا نفس القعده دي، يا اما يقعدوا بره يطلبوا شويه طلبات وبعد كده يمشوا. خلي بالك يا ده احسن يكون حكومه ولا حاجه. عيب يا كبير، ده لتربيتك، هم لو حكومه برضه كان زماني مقعدهم هنا. مش عايز مني حاجه؟ بس يا ستي اكتشفت خيانتها ليه وطردتها من البيت. ندى كان حقك قتلتها قتل. هو في كده؟ في ناس تعض الايد اللي اتمدت لها؟ ليه؟ هي كان ناقصها ايه؟ انا ما شغلتش بالي بالافكار دي، انا اعتبرتها صفحه في حياتي وطلعت. ندى كان حقك ترميها في الزباله. هتريك هتريك والله يا شيمي بيه. ايه حكايه الشيمي بيه يا شيمي بيه دي؟ ما تقولي لي يا شيمي وبس، ولا انت رايك ايه؟ يعني اصل بس ولا اصل ولا فصل. خليك احسن على طبيعتك، كملي بقى. وهتريني ايه؟ يعني انا كنت بقول اتاريك لما جيت للمقدس كان يعني شكلك متضايق وبالك مهموم، يعني مش مبسوط. انت حسيتي بيا ساعتها؟ ما كنتيش تعرفيني. سبحان الله بقى. تقولي ايه؟ اصل في ناس يا شيمي بيه تبقى عارفهم طول عمرك بس ما تفهمهمش ابدا، وفي ناس اول ما تشوفهم تحس كده انك قاري كل اللي جواهم وحاسس بيهم من غير ما يتكلموا. على فكره انت بني ادمه جميله جدا. ده بس من ذوقك يا شيمي. ده بس من ذوقك يا شيمي. ايوه كده، الغلطه من هنا ورايح ب 100 جنيه، وانت حره بقى. لا انا مش قدها، هقول لك يا شيمي على طول. انا اتكلمت عن نفسي كتير قوي. ما تحكي لي انت بقى عن نفسك. لا احكي لك ايه؟ هو انت غاوي صداع؟ ايوه يا ستي غاوي صداع. مش كفايه صدعتك؟ لا ما تقولش كده، ما صدعتنيش ولا حاجه. ماشي يا سيدي، انا هحكي لك. دي انهي نسخه؟ دي النسخه الزيرو، حبيت افرجك عليها قبل ما اقعد اشتغل فيها. تمام. شايف الجدع ابو جاكيت اسود ده؟ خد بالك منه كويس قوي. اوكي. دول بقى بيصلوا في كنيسه. في النسخه الفاينل احط التفجيرات دي مع تفجيرات بغداد على النسخه بتاعت الاقصر اللي انا كنت وريتها لك قبل كده. هاي قفله ما تنزلوش الا لما اقول لك. سميتها؟ لا ما فكرتش. دماء الاقباط في مصر هل لها نهايه؟ ايه الدماغ دي؟ اوكي اوكي. عارف يوسف؟ ايه؟ وانا معاك ببقى مبسوطه قوي ومرتاحه، بس لما بروح البيت بفكر في الكلام اللي احنا قلناه، بقول لنفسي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بحس انه الموضوع مش هينفع. مش هينفع ليه؟ بخاف ان الموضوع يتطور بينا اكتر من كده والامور تخرج من ايدي. وايه يعني لما تخرج من ايدك؟ خايفه تكرري تجربه سعيد تاني؟ يوسف اديكي قلتيها بنفسك، يوسف مش سعيد. يا يوسف انت مش فاهم حاجه ومش عايز تفهم حاجه. لا انا فاهم كل حاجه. فاهم ان انت خايفه ان احنا نرتبط رسمي. خلاص خليكي خايفه وعيشي لوحدك، وانا كمان عايش لوحدي. يوسف انا عندي مشاكل كتير قوي في حياتي وهتكبر اكتر واكتر لو انا طوعتك دلوقتي. رامي دي حاجه من الحاجات. رامي انت عارفه انا بحبه قد ايه، وعارفه كمان ان انا هحطه في عينيا زي ما هحطك انت كمان في عينيا بالظبط. طب وسعيد؟ ماله ده كمان؟ وانا هاخد الاذن من سعيد عشان اتجوزك؟ سعيد هياخد مني رامي بالغصب لو انا اتجوزتك دلوقتي. مش هيقدر يلمس شعره منه، انا مش هسمح له بحاجه زي كده، ولو فكر فيها انا اللي هتصدر له. يا يوسف انا مش عايز الامور توصل لنقطه الحرب تاني مع سعيد، انا تعبت. سعيد لو اختار الحرب يبقى دبور وزن على خراب عشه، واهلا بيه، ويبقى يوريني اخره ايه. انت مش فاهم حاجه. انا بجد تعبت يا يوسف.
تعبت خلاص، مش قادرة على المشاكل، نفسي أعيش عيشة هادية ما فيهاش أي قلق. يعني أنت عايزة تفهميني إن إحنا مش هنتجوز عشان سعيد؟ كنتش أتخيل إن أنت بتضعفي دلوقتي. واحد اتجوزك مرمطك وبهدلك وسرقك وطلقك، ودلوقتي مستنية تاخدي إذنه عشان تتجوزي ولا ما تتجوزيش؟ سعيد عارف إن رامي هو نقطة ضعفي. قولوا له رامي انا كنت اتصرفت معاه تصرف تاني، وانت عارف ده كويس. وانت عارفه كويس ان انا قدها وقدود، وزي ما قلت لك ان انا هتصدر له يبقى هتصدر له، ومش هخليه يلمس شعره مني. غالي انا بحبك، بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك، ومش هسمح لمخلوق ولا الجن الازرق ولا الزفت اللي اسمه سعيد ده شخصيا انه يمنعنا ان احنا نعيش مع بعض. عشان خاطري فكري في الكلام اللي انا بقوله لك ده، بس من غير خوف، عشان خاطري فكري. وعم عارف عامل ايه يا موجيجي؟ ها هيعمل ايه؟ اهو عايش ولسه زي ما هو شغال على التاكسي. ها باع النص اللي ليه فيه لشريكه وبقى شغال معاه عليه. هلا معلش، ربنا عوض عليه ان شاء الله. قادر يا ابني ربنا يعوض عليه. بقول لك ايه يا رايق، البيت بيتك، انا هقوم اصلي العشاء. ماشي كل ده، انه النبي ربنا يكرمنا. ربنا يا رب يوفقك يا ابني، انت واللي زيك يا حبيبي. عن اذنك. اتفضلي يا حاج. الحمد لله على السلامة يا جيجي. نعم يا رايق. نعم الله عليكي. أنا عايز أعرف بقى أنت بتعملي إيه مع الشيم من ورانا؟ أنت لحقت اتبلغت بسرعة كده؟ رد عليا يا جيجي. كنت مع الشيمي في العربية بتعملي إيه؟ بعمل اللي بعمله، وما كنتش راكبة في عربيته بس لمعلوماتك، ده كمان خدني عشاني في مطعم خمس نجوم. في حاجة بقى؟ في حاجة يا جيجي، ما تظبطي في الكلام. أول حاجة يا جيجي، الكلام ده ما ياكلش معايا. ولو فاكرة عشان دياب مسافر هتمشي على حل شعرك وتركبي عربيات مع شيمي أو مع حد غريب. أنت هتفضلي ماشية على السيستم اللي ديبو مشاكي عليه، ومش هتغريب مزاجك ولا مزاج غيرك، أنت فاهمة ولا لأ؟ خلصت؟ أه خلصت يا جيجي. طب اسمع بقى عشان أجيب لك من الآخر، عشان واضح كده إن صاحبك ما فهمكش. أنا ديبو بالنسبة لي بقى مش أكتر من واحد جارنا، يعني ملوش كلمة عليا، ولا له سيستم يخصني يمشيني عليه، وأنا بقى حرة أعمل اللي أنا عايزاه، ومحدش في الحارة دي كلها يقدر يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. وبعدين أنت مالك جاي بتنحرر قوي كده وغضبان عليا عشان خاطر ديبو؟ هو فين الديبو ده؟ تقدر تقول لي؟ جاي إمتى؟ كلمني كم مرة؟ بلاش. كلمك أنت صاحبه كم مرة؟ ديبو خلاص. سابني ومش عايزني، وانا بقى مش عايزاه. سيبني بقى اشوف حالي. برضه اسمع منه يا جيجي، ولحد لما يقول لي انت ما تخصوش او يرجع بالسلامه، انت امانه في رقبتنا، ولو شفتك برضه مع حد غريب ازعلك. انا كتير مبسوط من تركيزك معانا دياب، كمان الشغل اللي اتبعت من مصر هايل. مش عايزك تقلق خالص، أنا ناوي كمان أعمل فريق مراسلين كامل، يعني مش هتلاحق على الشغل. عن جد؟ عن جد. تعرف ديبو، أحلى حاجة في الشغل اللي إحنا بنعملها هون إنك بتشوف تأثير شغلك على الناس مباشرة، وتساعدهم على تغيير واقعهم. رغم إن أنا مش عارف ده ممكن يحصل إزاي، بس ما دام حاجة كويسة يبقى تمام. شيرتو. تخيل مكتبنا بعد 10 سنين تلاقي التاريخ بيحكي عنك، تلاقي اسمك مكتوب ضمن اللي غيروا الواقع. مش عارف اقول لك ايه اللي انا فيه ده، انا كنت بحلم بيه. بص يا عدنان، انا في حاجات في حياتي عملتها انا مش راضي عنها، منها اللي برضايا ومنها اللي غصب عني، بس من ساعه ما اشتغلنا مع بعض وانا حالف اني ما ارجعش للغلط تاني، مش هرجع له. ما تقلق،
ما تقلق ديبو، الخدمة اللي بتأديها لبلدك بشغلك هون تغفر لك أي شيء ما انتش راضي عنه. توتو باني باني توت بابوستو. وآخرتها يا يوسف؟ والله ما انا عارف. تفتكر الواد دي بعمل الصح لما قعد هناك وما رجعش معانا؟ انت مش عرفك، ما يمكن حاله هناك اسخن مننا 100 مره. يمكن، بس وبعدين هنفضل في الموال ده لحد امتى؟ مش يمكن بعد العمليه دي يدينا استماره 6 ويطلعنا معاش ويقول لنا شكرا؟ حتى لو مالناش شكرا احنا لازم نسوق عليه، نقول له تديبه سافر والتاني مش فاضي والتالت مش ينفع يشتغل لوحده، نهزأ عليه يعني في الكلام عشان نخلص. ده على السن انت بتتعامل مع مبادره، ده جنرال يا ميمي. هنعمل ايه بقى؟ احنا وصلنا مرحله طالعين دلوقتي مش عارفين هنرجع سلام ولا لا. بتفتكر لو ما سمعناش كلامه هنفضل سلام؟ الكابتن طماع فينا اكتر، هو قلبه مستقوي علينا عشان عارف ان احنا مش هنعرف نقول له لا. عندك حق، الحكايه بوخت وبعدين ما تقيل. بعدين خلاص بقى يا اخي، كل واحد فينا عمل فلوسه وعمل اللي هو عايزه، كفايه بقى. نشوف لنا حته عيل، نشوفه بيكبر قدام عينينا، مش احسن واحد فينا ياخد له طلقه يروح فيها؟ على قولك، ما هو الواحد ما يبقاش فقري طول عمره. اول ما الدنيا تضحك لي والاقي الجواز الصح اطلع منها بدري بدري. اسمع، ده آخر، وإذا كان على الورق اللي هو زليلنا بيه إحنا نحط عليه ونجيبه من كرشه. كرشه إيه يا أبو كرشه؟ إحنا ننزي بقى في الكلام. إيه؟ أو منخيت أول ما قلت لك ننط على كرشه؟ ما نخيتش يا يوسف، ما أنت لو كنت جيت معايا المرة اللي فاتت كنت شفت القلعة اللي عايش فيها. مفيش حد يعرف يروح يعمل معاه حاجة هناك. طب عايزنا نعمل إيه يا أخي؟ معرفش بقى. مفيش قدامنا حاجة إن إحنا نسيبها نصرفها. لكن شغل تاني مش شغالين. والورق بقى يعمل اللي هو عايزه. كفايه قرف بقى يا اخي. طب اسمع، احنا نديها له واحده واحده، منها ما نطقش فيه، ومنها نكون وقفنا المطعم على رجليه، او نلاقي حاجه نسند عليها ظهرنا برضه. صح الكلام؟ صح الكلام. Thank you.